إننا نعيش في الوقت الراهن حالة استنفار قصوى لمواجهة نقص المياه الصالحة للشرب، ولأن هناك مؤشرات كثيرة وعوامل عدة تجعلنا ندق ناقوس الخطر. سي داك كب يا مسما مساك حياك وزاسف عين وكفك الكاس والسبب بقى خافقو وسائما خافقنا نقومو واقين حكمة مهمة خايك ماك مجاز حافقو يا ما أقيني سيكتك منصب أمبويا خافقنا نخافق ايه